لماذا عندما تتحد مع قوانين الله فأنت سوف تحصل على النجاح المطلق؟ حقيقتك، طبيعتك هي النجاح المطلق، ولكن مشكلتك الحقيقية إنك ربما لا تعرف القوانين الكونية، أو ربما ليس لديك الفهم الكامل في ديناميكية وحركة وعمل هذه القوانين. الله جاء بك إلى الأرض وأعطاك روحه، أعطاك ذكاءه، أعطاك جماله، أعطاك حكمته لكي تنجح. أنت حقيقتك النجاح. عندما تتحد مع قوانين الله، وسوف نوضح في هذا الفيديو أمور كثيرة، هذه الصور أمامك سوف نوضحها. أكمل وأقول، عندما تتحد مع قوانين الله أنت تحصل على النجاح المطلق. الله ما هو الله؟ الله هو النجاح المطلق. من هو أنت؟ الإنسان. الإنسان هو النجاح المطلق. دعونا نبدأ. لاحظ، أنت ترى هنا في اللغة الإنجليزية، أنا هنا، يسمى بالسكاي دايفنج. وتصور معي حالتك وأنت تقرر أن تجرب هذه الرياضة. يعني أنت في طائرة، ومن هذه الطائرة ترمي نفسك مع مدرب، كما يعني في الصورة أمامك، من الطائرة لتحلق في الهواء فترة إلى أن تنزل إلى الأرض، ويعني في اللغة العربية تسمى الباراشوتينج، باللغة الإنجليزية سكاي دايفينج. في اللحظة التي أنت تتهيأ بها لكي تترك الطائرة، هنا العقل الواعي يغلق عليك كل الأمور الإيجابية. أكرر، وأنت يعني عندما تتهيأ للقفز من الطائرة وتحلق في الهواء أو في الجو، الأميجدالة، هذه الأميجدالة لاحظ تسمى باللغة الإنجليزية الأميجدالة، الجزء المسؤول على إدارة العواطف وإدارة الخوف والانفعالات، هنا الأميجدالة تبدأ بإعطائك نبضات مشاعر، أحاسيس، أفكار، إن هناك شيء مقلق، وأنت يعني هي تعطيك هذه المشاعر، وأنت هي تشعرك أنك متوتر وخائف، لأنك تريد أن تتهيأ أن تقفز من الطائرة. طبعا الأميجدالة هنا هي مركز العقل الواعي، أو مركز البعد الثالث. فمهما تقول أنت، أنا القوة، وأنا الذكاء، وأنا الجمال، وأنا الروعة، وأنا النجاح المطلق، كله لا يفيد. لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأن الأميجدالة تسيطر على أفكارك، على مشاعرك، بمعنى العقل الواعي هو الذي يتحكم بك. الآن نكمل، نسأل السؤال التالي، طيب ماذا لو يكون حالك وأنت تتهيأ للقفز من يعني هذه الطائرة، وأنت لا يصاحبك مدرب، وحدك تقفز؟ كيف سوف يكون يعني كيف سوف تكون انفعالاتك؟ بالطبع انفعالاتك تكون مغلفة بالخوف والحيرة والقلق، لأنك يعني لنفرض أنك تجرب هذه الرياضة لأول مرة. وأيضا دعونا نستمر ونقول، كيف تكون وضعيتك وأنت يعني في الليلة التي هي قبل القفز؟ ربما لا تستطيع أن تنام، لأنك أنت تفكر سوف تقفز من طائرة، يعني في هذه الرياضة التي تسمى بالسكاي دايفينج، فأنت ربما تصاب بالأرق، تفكر وتفكر، وكيف سوف يعني تقوم بممارسة هذه الرياضة لأول مرة. وفي اليوتيوب، يعني هناك أيضا لو تشاهد في اليوتيوب، وناس يعني وهم يستعدون للقفز من الطائرة في هذه الرياضة ولأول مرة، فلو ترى وجوههم يعني مصابين بالتوتر والقلق والخوف، وخاصة عندما يعني تبدأ الطائرة بالتحلق، يعني وتبدأ يعني تشعر أنت أنه يعني أتت الآن النقطة لكي تقفز من الطائرة.
فالأميجدالا مهما أنت تحاول تقول أنا القوة أنا الذكاء أنا الجمال أنا الروعة لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأن الأميجدالا الآن في حالة عدم استقرار عاطفي، تعطيك إشارات وهمية. هنا نريد أن نقول إشارات وهمية، كل الذي يعني تقوم بتفسيره الأميجدالا هو وهم وكذبة، لأن البعد الثالث أساسا هو بعد الوهم. بدأنا من هذه الخطوة لأننا نريد أن نوضح أمور أكثر، فبدأنا من مسألة يعني رياضة السكاي دايفينج. المهم في الموضوع وهو أن هناك يعني في حياة الإنسان وفي أفكار الإنسان وفي انفعالات الإنسان وهو يعيش على كوكب الأرض هو مرتبط في البعد الثالث، وهنا يبدأ الفشل. البعد الثالث هو بعد الفشل. دعونا نوضح أكثر ماذا نقصد من هذه الأمور. في البعد الثالث أنت وربما بدون أن تعرف، أنت دائما، دعونا نستخدم القلم للتدوير والتوضيح، أنت دائما في البعد الثالث، أنا هنا، أنت تمزج أو تخلط الحل مع المشكلة. لاحظ، فهنا هذا البعد الثالث، أنا هنا، أنا في البعد الثالث. في البعد الثالث وقلنا في فيديوهات سابقة موجود مسألة المسافة والزمن. بدون أن تشعر أنت تمزج الحل والمشكلة، وسوف نوضح ماذا نقصد. لاحظ، عندما تتكلم حول مشكلتك لكي تجد الحل، هنا أنت تمزج الحل مع المشكلة. نعطي مثال آخر، مناظرة حول الاقتصاد، لاحظها، يعني لاحظ في اليوتيوب أي مناظرة أو أي محاضرة في علم الاقتصاد، ومثلا ما هو سبب الفقر في أفريقيا على سبيل المثال، فالذي يقدم المحاضرة بالطبع هو يجب أن يشرح المشكلة لكي يجد الحل. أكرر، يجب أن يشرح، أنا هنا، يجب أن يشرح المشكلة لكي يوضح الحل. ولكن هذا لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأننا هنا نكون يعني المعادلة، ترددات الحل، وأقرأ معي، ترددات الحل، أنا هنا، ترددات الحل تساوي ترددات المشكلة، والنتيجة تساوي صفر. ولهذا السبب نرى كثير من كتب في الاقتصاد تتحدث حول حلول لمكافحة الفقر، ولكن ما هي النتيجة؟ الفقر باقي. وكثير من الكتب تتحدث وتطرح علاجات لمعالجة أمراض، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الأمراض باقية. ما هو السبب؟ السبب لأن الإنسان يفكر من مستوى الحل الذي يساوي مستوى المشكلة. بمعنى آخر، أنت عندما تكون المشكلة، لاحظ، أنت عندما تكون المشكلة بمعنى أنت تفكر بالمشكلة، فأنت أيضا تفكر بالحل، بمعنى المشكلة تأتي بالحل. ولكن هذا لا ينفع، لأنك عندما تأتي بالحل المشكلة سوف تأتي مع الحل. المشكلة، أنا أخطط، يعني سوف تأتي مع الحل. وهنا مسألة، يعني هذه، نربط هذه المسألة مع مسألة العملة النقدية. العملة النقدية عندما أنت يعني تتناول أي عملة معدنية، فهذه العملة المعدنية عندما تسحبها أو تتناولها على يدك، عندما تضعها على يدك، فبالتالي هي يجب أن تسحب الوجهين. وهذا أيضا يوضحه الكاتب الرائع، أنا هنا، في يعني أحد كتبه ريتشارد دوتس، Spontaneous Manifestations للمؤلف ريتشارد دوتس، وهو أحد خبراء قوانين التجاذب. فهو يشرح مسألة العملة المعدنية، بمعنى أنه أنت عندما يكون لديك عملة معدنية فيجب أن تجلب الوجهين. أنت لا تستطيع يعني في العملة المعدنية هذه أن تجلب وجه واحد. وأريد أن أكرر أكثر، يعني وأوضح أكثر، أنك في البعد الثالث
ولاحظ الأمور أمامك، يعني لاحظ أقصد أي شخصين يتكلمون في موضوع، يجب أن تكون يعني خلال هذه المحاورة مشكلة وحل، مشكلة وحل. وهذا لا ينفع لأن المستوى يكون واحد. أينشتاين العالم الفيزيائي الألماني المعروف، أينشتاين ألبرت أينشتاين أيضا يقول أنت يعني لا تستطيع أن تفكر أو تجد حل لمشكلة ومستوى الحل يكون بمستوى المشكلة. وهذا هو الخطأ الذي يرتكبه أكثر الناس في حياتهم اليومية، هو يتحدث عن المشكلة ولكنه هو لا يعرف أنه هو يكون المشكلة. أكرر، هو يتحدث حول المشكلة وهو لا يعرف هو أساسا يكون المشكلة بدون أن يعرف، لأن في البعد الثالث الحل والمشكلة ملتصقان، أنت لا تستطيع أن تفصل الحل عن المشكلة في البعد الثالث. أكرر مرة أخرى ولأن هذا جدا مهم، لكي تنجح في الحياة يجب أن تعرف هذا الأمر أن الحل والمشكلة مترابطين. وأيضا أكرر مرة أخرى، استمع أو شاهد أي مناظرة أو أي فلسفة أو أي مقالة تريد أن تحل مشكلة معينة، سوف تجد أن الحل والمشكلة مترابطين. وهنا الخطأ، لماذا يعني يعتبر خطأ؟ لأننا سوف لا نستطيع أن نحل المشكلة، المشكلة تبقى والحل يبقى، والحل والمشكلة في تصارع، وبالتالي نرى المعاناة على الأرض، نرى الفقر ونرى المرض ونرى أيضا الانفعالات النفسية، ونرى أيضا صعوبة في إيجاد عمل، ونرى أيضا يعني عدم استقرار في الاقتصاد، لأن الإنسان يتكلم حول المشكلة. عندما تتكلم حول المشكلة أنت تزرع المشكلة، أنت تكون المشكلة، أنت تسقي المشكلة. أشاهد في بعض الأحيان في فيديوهات يعني حول أمور استخراج الشيطان من الإنسان، وكيف أن هذا الإنسان مصاب بالشيطان وعملوا له صلاة وهرب الشيطان أو استخرج الشيطان من الإنسان. أيضا نرجع إلى نفس الوضعية، وهو أنه في البعد الثالث الناس يتكلمون حول الشيطان والشيطان 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 ضد الإنسان، والشيطان يراقب الإنسان، والشيطان يدمر الإنسان. ولو تلاحظ فهنا الإنسان يتكلم حول المشكلة بمعنى يكون الشيطان، وفي نفس الوقت يريد أن ينتصر على الشيطان فلا يستطيع. الشيطان سوف يبقى، المرض سوف يبقى، الفقر سوف يبقى، لأن الحل والمشكلة في ترابط. وأيضا يعني حقيقة المفكرة الرائعة، أنا هنا معروفة هذه طبعا، وهي أيضا أحد خبراء يعني قانون التجاذب، السيدة طبعا إيستر، وكتابها أمامك أيضا، لديها يعني كتب كثيرة، وأيضا في اليوتيوب محاضراتها كثيرة في اليوتيوب، وأحد كتبه هو Money and the Law of Attraction. فهي أيضا تطرح هذا المستوى أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق أهدافه لأنه يعيش الحل والمشكلة، فهو يعني يناقش المشكلة ويناقش الحل ويناقش الحل، ومن ثم يذهب إلى المشكلة والمشكلة والحل. دعونا نوضح أكثر، مثلا القلق، كيف تحل القلق وأنت تفكر بالقلق وأنت تقرأ حول القلق وأنت تريد أن تتخلص من القلق وتتكلم حول القلق؟ فهنا الحل والمشكلة في ترابط. وهذا طبعا يعني يقودنا إلى أن النتيجة كما قلت تساوي صفر، لأن الحل والمشكلة في تساوي. هذا هو البعد الثالث. ولماذا طرحنا مسألة الرياضة أو السكاي دايفينج؟ لأنه في السكاي دايفينج يعني في هذه الرياضة لماذا الإنسان يخاف؟ لأن العقل الواعي لهذا الإنسان يرتبط بالتركيز على المشكلة. لاحظ في هذه الرياضة هو يركز على المشكلة، هو لا يركز على الحل، فلا يستطيع يعني في هذا الرياضة في هذه الرياضة لا يستطيع، أقصد أن الأميجدالة لا تستطيع أن تفرز
أو تفصل الحل عن المشكلة. أي هدف ربما لديك أو أي مشكلة تريد أن تنتصر عليها، تستطيع أن تحقق نجاحا عظيما عندما تقفز بأفكارك من البعد الثالث، لاحظ من البعد الثالث، أنا هنا من البعد الثالث، وترتفع إلى البعد الرابع. البعد الرابع، وأنت ترى هنا، أنا هنا الآن في البعد الرابع. في البعد الرابع أعزاؤنا، اقرأ معي، نقول أنا هنا، لاحظ، ترددات الحل أعلى، وسوف نوضح ماذا نقصد. ترددات الحل أعلى من ترددات المشكلة، فالنتيجة تساوي الحل. النتيجة تساوي الحل، ركز على هذا الكلام، النتيجة تساوي الحل. ماذا يعني؟ بمعنى النجاح. فعقل الله هو عقل الحلول، عقل الله عقل الحلول، عقل الله عقل الحلول. قوانين الله لا ترى المشكلة، وعندما تطبق قوانين الله، أقصد عندما تعيش الحل فقط، أنت تنجح في الحياة نجاحا عظيما. يعني أنت تعزل أو تفصل الحل عن المشكلة. نرجع إلى السكاي دايفينج. في السكاي دايفينج، عندما تسيطر على طريقة أفكارك وترى نفسك أنك قافز في الهواء، وأن كل شيء رائع وجميل، وأنت أساسا يعني وصلت إلى الأرض، والناس يحيوك ويصفقون لك، تعيش الحل فقط، لا تفكر بالمشكلة أبدا، أنت تنجح. هذا الذي نقصده يعني في مسألة السكاي دايفينج. ولكن عندما تمزج الحل مع المشكلة في رياضة السكاي دايفينج، فبالطبع الأميجدالة، نقول سوف يعني تدخل في دائرة الخوف، لأنها لا تعرف كيف تتصرف. الأميجدالة هي مسؤولة عن إدارة العواطف، فأنت أساسا لأنك تفكر من البعد الثالث، فأنت تخاف مثلا في تحقيق هدف، أو تشك في تحقيق هدف، أو أنك تشعر أن المشكلة أكبر منك، أو أن أهدافك صعبة التحقيق. ما هو السبب؟ السبب لأن هناك مزج يعني ما بين الحل والمشكلة، بمعنى أنك تعيش البعد الثالث. طيب، نكمل أيضا ونقول أن يعني هذا الكتاب الذي هو أمامك، The Magic of Believing، سحر الاعتقاد، واسم المؤلف يعني أقرأه ببطء، كلاود بريستل. هذا الكتاب من أعظم الكتب حقيقة يعني في علوم قوانين التجاذب، وفي قوانين يعني في معرفة قوانين الله. الكاتب أساسا هو كان يعيش في البعد الثالث، حياته كانت صعبة جدا، وبالتالي هو بدأ بالتفكير والتفكير والقراءة من هنا وهناك، وقرأ علم النفس، وقرأ في البعد الرابع، وقرأ في علوم الله، وقرأ في يعني الحضارات القديمة، وقرأ كل شيء. وحقيقة بدأ بتأليف هذا الكتاب، ويعني هذا الكتاب نستطيع أن نقول هو كتاب تطبيقي، لأن الإنسان الذي كتب أو المؤلف الذي كتب هذا الكتاب عاش البعد الثالث، ولكنه انتقل أو حول أفكاره إلى البعد الرابع وكتب هذا الكتاب. ويعني أساسا هو يعني مركز الكتاب ويعني أهداف الكتاب وأفكار الكتاب إن الإنسان يعيش الحل. دعونا نعطي مثال. أنت على سبيل المثال، أنت في شركة، والمدير هناك سوء فهم بينك وبين هذا المدير، سوء فهم، عدم راحة. في عقلك أنت تعيش الحل، وهذا مهم جدا جدا في الحياة، هذا يغير حياتك. يعني عندما تفهم قوانين الله، الله يرى فقط الحلول، أنت تعزل نفسك عن المشكلة. فنرجع إلى مثال الشركة، فأنت تقول مع نفسك، تقول أنا ومديري في تفاهم وفي تناسق وفي انسجام، وهو يثق بي وأنا أثق به. أنت تقول هذا، وفي فكرك تبني، هذا مهم، وفي فكرك تبني بناء أنك يعني جالس مع المدير وتتحدث مع المدير، وهو يثق بكلامك وأنت تثق بكلامه، وهو مرتاح منك وأنت مرتاح منه. هذا جدا مهم،
هذا هو الحل. هذه هي قوانين الله، قوانين الله ترى فقط الحلول. في الكتاب أقصد، يعني The Magic of Believing، يذكر مسألة مهمة، يذكر أن هناك يعني صاحب شركة وهو يعني لم يكن راضيا على إداء بعض موظفيه. هو يذكر في هذا الكتاب المثال التالي الذي سوف أسرده إليك أو لك. ففي الكتاب يقول إن صاحب الشركة قال، يعني لمؤلف الكتاب، يعني صاحب الشركة قال لمؤلف الكتاب هذه القصة. فصاحب الشركة يقول: كنت أنا غير راضي على موظفي، بعض الموظفين الذين يشتغلون في شركتي. هو صاحب الشركة في عقله بنى إن هؤلاء الموظفين الذين لم يكن إداءهم جيدا، قال في عقله اذهبوا من هذه الشركة. يعني في العقل بنى صور الحل التي يريدها صاحب هذه الشركة، وبعد فترة هؤلاء الموظفين تركوا العمل من الشركة. أريد أن أوضح أنه أنت تبني في العقل الصور التي أنت تحبها فقط، هذا هو الحل. أكرر، تبني في عقلك الصور التي أنت ترتاح إليها، لا تبني صور في المشكلة، لأنك إذا تبني صور في المشكلة بمعنى، ودعونا نخطط، أنت ترجع في البعد الثالث. لاحظ، عندما تبني في عقلك المشكلة، تفكر في المشكلة وتبني صور المشكلة وفي نفس الوقت تبحث عن الحل، أنت لا تنجح. ابني صور الأمور التي ترتاح إليها، بمعنى أنت مثلا شغلك الشاغل تريد أن تمتلك بيت، ابني الحل فقط وإنك تملك هذا البيت، وتشعر عواطفك وانفعالاتك وأنت ساكن في هذا البيت وتتجول في حديقة هذا البيت. هذا مهم جدا، أنت تفصل، أنت ترقى، أنت ترتفع إلى يعني الاتحاد مع قوانين الله. قوانين الله لا تعرف المشكلة، وهذا هو سر النجاح، بل هو النجاح المطلق. عائلتك مثلا، أنت هناك سوء فهم بينك وبين عائلتك، ربما زوجتك أو ربما أخوك أو أباك، ابني في عقلك وتكلم، تكلم أيضا، يعني البناء يساوي التكلم ويساوي الغناء ويساوي بناء الصور ويساوي الاسترخاء. فتبني في عقلك وتقول عائلتي، وأيضا تحدد الاسم، تقول مثلا الاسم الفلاني، أنا مرتاح معك وأنت مرتاح معي، وتبني أن العلاقة جيدة جدا والعلاقة عظيمة والعلاقة رائعة، وتتكلم وتقول: أيها الشخص الفلاني، أنا أحبك وأنت تحبني، وأنا وأنت في تفاهم وفي انسجام، وأنا وأنت نبني مستقبل عظيم. هذا جدا مهم. أيضا في الصحة، ابني في عقلك أن جسمك صحيا، وتردد وتقول: خلايا جسمي عظيمة، ضوء الله يجري في خلايا جسمي، ضوء الله يحيط جسمي، ضوء الله يعطيني قلب جديد وعظام جديدة وجسم جديد، أنا أشعر بالشباب لأن شبابي هو من الله، ولأن حياتي هي من حياة الله. تشعر، بمعنى، أريد أن أكرر عندما أقول تشعر، بمعنى تبني، بمعنى تعيش، بمعنى تتفاعل مع الحلول فقط. اكتبها على ورقة، اجعل كل حياتك فقط يعني مركز الحلول. الأشياء التي تحبها يجب أن تعيشها، الأشياء التي ترغب بها يجب أن تعيشها، الأشياء التي تريد أن تحققها يجب أن تعيشها. سوء فهم مع أصدقاء، ابني في عقلك إنك مع الأصدقاء في انسجام. مشكلة صعبة تعاني منها، أو ربما مشاكل متعددة الفروع أو متعددة القضايا، ابني في عقلك أن هذه المشاكل وهذه القضايا محلولة. نعم، محلولة. وتستمر تستمر تستمر تعيش، نقول الانسيابية،
مع الكون، مع قوانين الكون، تعيش الانبساطية، يعني تكون منبسط، تكون نقول باللغة الإنجليزية flexible، تكون في حالة استرخاء مع قوانين الكون، تعيش الحلول، تعيش البساطة، تعيش الهدوء، تعيش السرور، تعيش الضحك، تعيش الاسترخاء. هذا هو النجاح المطلق. النجاح المطلق، عندما نقول النجاح المطلق، إنك أنت تعيش الحلول، تعيش عقل الله، تعيش قوانين الله. قوانين الله تعرف فقط الحلول. عندما تعيش الحلول فقط، فأنت تحصل حتما على النجاح المطلق الذي هو حقيقتك في الحياة. أشكرك على مشاهدتك هذا الفيديو، وأراك في الفيديوهات القادمة.